اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرسل فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في المدى: البرلمان يفتح باب الترشح لرئاسه الجمهوريه قبل تحديد الكتله الاكبر. جاء في العرب اللندنية: إيران تستكمل مشروعها في العراق بترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء. وفي الخليج أونلاين: الحلبوسي يرفض العقوبات على إيران ويدعو لاريجان لزيارة العراق. جاء في موقع الهيئات: فرع الهيئة في أبو غريب يوزع المساعدات الإغاثية على العائلات النازحة من نينوى. ونطالع في الشرق الأوسط: العراق يقرر نشر قوات أمنية على طول الحدود مع تركيا. وفي الحياة نقرأ: الأمم المتحدة تغضب الشرعية بتوقيع اتفاق مع الحوثيين لإنشاء جسر جوي لنقل الجرحى. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في القدس العربي: واشنطن تلغي إقامة السفير الفلسطيني وعائلته وتطلب منه المغادرة فورا. أهلا بكم. الأرجح أن عملية إطاحة رئيس الحكومة في العراق حيدر العبادي قد نجحت. طهران أنجزت المهمة وواشنطن خذلته، على الرغم أن الرجل دفع ثمن موقفه الذي أعلن فيه حياد حكومته حيال العقوبات التي باشرت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على إيران. حازم الأمين يرى في صحيفة الحياة أن انكفاء واشنطن صار جزءا من الحسابات السياسية للجماعات العراقية، أقرب الأطراف إليها باشرة ابتعادا عنها. الأكراد مثلا صاروا اليوم في طهران، والسنة العرب خصوم طهران المفترضون وجدوا أنفسهم في العراء فمدوا خيوطا مع الخصم المذهبي والسياسي. ها هو حيدر العبادي ينضم إلى كوكبة المخذولين، والأرجح أن يباشر مراجعة يخلص فيها إلى أن خياره لجهة الانسجام مع واشنطن كان خاطئا، ويبدأ محاولة ترميم العلاقة مع طهران. معظم السياسيين العراقيين شعروا هذه الأيام بضالة التأثير الأمريكي في مجريات المشهد العراقي وبضخامة النفوذ الإيراني وتوسعه، وهذه الحقيقة تفرض على هؤلاء السياسيين أو على من لم يباشر منهم سعيا لخطب ود الجنرال قاسم سليماني أن يسرع في الإقدام على هذه الخطوة. لكن ما يحير فعلا في هذا المشهد هو أن واشنطن لا تريد من العراق أن يكون بيد طهران، ولا تريده جسرا للالتفاف على عقوباتها على الجمهورية الإسلامية، لا تريد ذلك، لكنها لا تريد نجدة من يمكن أن ينسجم معها فيه، تماما كما كانت حالها مع الأكراد حين خذلتهم في كركوك، ومع السنة العرب حين لم تحرك ساكنا حيال إحلال ميليشيا الحشد الشعبي محل داعش في مدنهم. وبهذا المعنى فإن واشنطن تطلب من العراقيين أن لا يكونوا ممرا للالتفاف على عقوباتها على طهران، وتتيح للأخيرة فرصة أن تطيح من يستجيب ما تطلبه. الكاتب يرى أن طهران كسبت الجولة على ما يبدو، واشنطن لا تشعر بالهزيمة، وهذه معادلة مذهلة، وسيعيش العراق سنواته الأربع المقبلة في ظل حكومة تطلب منها طهران تصريف مصالحها، وتطلب منها واشنطن أن لا تلبي هذا الطلب. رئيس الحكومة العتيد سيعيش بين هذين الطلبين أسوأ أيام حياته، فزمن المشي الحذر بين الخيارين والذي اعتمدته حكومة العبادي قد ولى، وكلا العدوين يطلب اليوم من العراقيين أن يحسموا خيارهم إما معنا أو ضدنا. يستشكل على البعض كيف أن العراق بعد 15 سنة من الخلاص من نظام صدام حسين لم ينجح في أن يكون بلدا مستقرا ينعم سكانه بثرواته الطائلة، حاله حال نظرائه من الدول النفطية. عدنان حسين يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن العنف والإرهاب والحرب الأهلية الطائفية لم تكن هي العناوين الوحيدة للمرحلة الجديدة، فالفساد الإداري مثلا والمالي صار سنة بعد سنة هو المانشيت الأحمر اليومي لهذه المرحلة الصعبة.
الآن بعد 15 سنة، يتبين أن نحو نصف عائدات النفط العراقي المقدرة بتريليون دولار أمريكي قد تبدد منتهياً إلى جيوب الأغلبية من متولي الوظائف العليا في الدولة الجديدة وشركاء لهم سهلوا عمليات شفط الأموال المنهوبة وتبييضها ونقلها إلى خارج الحدود. متولو الوظائف العليا هؤلاء هم بأغلبيتهم الساحقة من أعضاء وأنصار أحزاب إسلامية الشيعية والسنية المهيمنة على العملية السياسية، وقد أنيطت المناصب والوظائف العليا بهم وفق نظام غير دستوري وهو نظام المحاصصة الطائفية والقومية. فهذه الوظائف والمناصب وزعت على الأحزاب التي وهبتها قيادتها بدورها للموالين والأقارب والمحازبين من دون مراعاة لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والوطنية. النتيجة أنهم فشلوا فشلا ذريعا في إدارة الدولة، ما أثار نوبات من السخط الشعبي المحتدم بسبب انهيار نظام الخدمات العامة وتردي الأحوال المعيشية وارتفاع مستويات البطالة والفقر برغم عوائد النفط الوفيرة. ترتب على تولي سياسي الصدفة مقاليد الحكم في العراق أن اجتاحت البلاد أعمال العنف الطائفية والإرهابية الدامية والمدمرة، وانقسم ظهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها بالفساد الإداري والمالي. وبحسب الكاتب فإن المحنة الكبرى هي أن سياسي الصدفة هؤلاء منفكوا يتمسكون بقوة تجربتهم الفاشلة والمدمرة. فما جرى منذ انتخابات 12 من أيار الماضي حتى جلسة البرلمان الجديد أول من أمس كما تعلمون يظهر أنهم متشبثون بنظام المحاصصة بالأسنان والأظافر، وهذا ما ينذر بكارثة مضاعفة في الواقع. بعد انتخاب رئيس برلمان وما انتخب إلا بعد اكتمال المساومات والصفقات واستلام كل طرف حصته من المال ومال الحرام وضمان وقوف السياسيين مع بعضهم البعض في الصفقات المقبلة وعلى الشعب السلام، خالد إسماعيل يرى في صحيفة البصائر أن صفحة جديدة من تاريخ العراق ستطوى وسيعاني شعبه لدورة انتخابية جديدة، وكل الشعارات والدعايات وعبارات نبذ الطائفية والمحاصصة ذهبت أدراج الريح، بل حتى حكم الأغلبية أناخ ظهره لأوامر إيران وأمريكا ولأجل عدم التفريط بالمكتسب الذي يرتدي لباس المظلومية والطائفة. المجتمع الدولي لن يكترث لنا كشعب يعاني، لأن ملفات بسط النفوذ وانصياع الدول وإيجاد الأسواق وسرقة الثروات هو الأهم، بل يزيد على ذلك بدعم الحكومات الفاسدة والظالمة والعمل على إبقائها تابعة له. ويوم أن يحدث تغيير في بلد ما خارج إطار الإرادات الدولية سيسارع المجتمع الدولي لإفشاله أو شيطنته أو تكبيله وإرضاخه بالتزامات من سبقه، فأين المفر؟ وما هو الحل؟ ونقولها مرارا وتكرارا لكم الله يا شعب العراق، إن لم تستطيعوا التغيير بالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات ولم تستطيعوا أن تغيروا السياسيين الفاسدين بالانتخابات وقد جربتم ذلك أكثر من مرة ولم يلتفت لكم سياسي أو مسؤول رغم موتكم وهلاككم بانعدام الخدمات والحقوق، وبدأ التنكيل والاعتقال يعمل على أبناء البصرة ليكمموا أفواههم ويغتالوا شبابهم ويميتوا بقية أهلهم بالحسرة والندامة، وأظن أن كل عراقي اليوم يائس وضاع أمله بأي سياسي أو مسؤول وفي قرارة نفسه يتحسر على ما آل إليه حاله ويعيش حالة فراغ وضياع لعدم وجود ما يسعى لتحقيقه. الكاتب يقول أصبحنا على دين ساستنا نرفع شعارات ولا نطبقها، فبعد 15 عاما تستبدل راية الإمام كل عام ولم نستبدل الفاسدين، فعن أي ثورة أو تغيير نتحدث؟ جون كيري ليس جون كيري سوى سياسي أمريكي ساذج آخر لم يعرف شيئا عن الشرق الأوسط كما يصف الكاتب. جديد كيري أعلنه عن أنه لا يزال يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كشف أنه ينصحه بالصبر وبأن تغييرا سيحصل في الولايات المتحدة ويعيد الأمور إلى نصابها. معنى كلامه أن الولايات المتحدة ستتراجع عن خروجها من الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني. خير الله خير الله، يتساءل في صحيفة العرب اللندنية لماذا
لماذا يريد وزير الخارجية السابق التمسك بالكارثة التي خلفها أوباما والتي يسعى ترامب إلى الخروج منها؟ لم يعد مهماً ما يقوم به جون كيري، اتصل بالإيرانيين أو لم يتصل، ليست تلك المسألة. بقي أسير الألاعيب التي يتقنها محمد جواد ظريف، أم فهم أنه يتعاطى مع شخص يمتلك ميزة القيام بمناورات سياسية ليس إلا؟ لا فارق. السؤال المحوري، هل يحصل تغيير في واشنطن أم لا؟ هل يؤكد دونالد ترامب بالأفعال وليس بمجرد الكلام أنه ليس باراك أوباما؟ هناك إلى الآن بوادر أن السياسة الأمريكية تجاه إيران في غاية الجدية، علماً أن ما ظهر من هذه السياسة في العراق لا يبشر بالخير، خصوصاً بعد فوز مرشح إيران محمد الحلبوسي في انتخابات رئاسة مجلس النواب. لا شك أن ذلك يشكل نكسة لكل عراقي راهن على أمريكا ومبعوثها بريت ماكورغ، الذي ظهر بعد فوز مرشح قاسم سليماني في مظهر السياسي الهاوي. في كل الأحوال، بدأ مفعول العقوبات الأمريكية على إيران يأتي مفعوله. ليست الحماسة الإيرانية لفرض إرادتها في العراق بكل هذه الصفاقة سوى مؤشر إلى مدى حاجتها إلى إظهار امتلاكها لأوراق إقليمية وقدرتها على المواجهة. الكاتب يدعو إلى انتظار الدفعة المقبلة من العقوبات في تشرين الثاني المقبل لمعرفة أمرين: الأول، إلى أي حد ستذهب إيران في المواجهة؟ والآخر، إلى أي حد توجد سياسة أمريكية تتمتع بالاستمرارية والإصرار على الذهاب بعيداً في القضاء على المشروع التوسعي الإيراني؟ ذلك لا يكون إلا عن طريق إفهام طهران أنها ليست لاعباً إقليمياً في أي شكل من الأشكال، وإن رهانها على جون كيري دليل على مدى الإفلاس الذي تعاني منه. سورياً، خرج مئات الآلاف من المدنيين السوريين يوم الجمعة الماضي في جمعة أطلقوا عليها اسم جمعة لا بديل عن إسقاط النظام، في مظاهرات حاشدة ورفعوا فيها أعلام الثورة الخضراء في أكثر من 200 نقطة تظاهر في مدن إدلب وغيرها من المدن السورية. برهان غليون يتساءل في صحيفة العرب الجديد: هل خسرت روسيا الحرب في سوريا؟ خروج المتظاهرين بعد 7 سنوات من محاولة قتل الثورة السورية واغتيالها لا يعبر فقط عن هزيمة جميع محاولات خصوم الثورة لوأدها حية وتشويه صورتها وشعاراتها ووصمها بالإسلامية والإرهاب، أي نزع روح التحرر والتطلعات الإنسانية الأخلاقية والسياسية والمدنية عنها فحسب، وإنما أكثر من ذلك عن حقيقة أن جذور الثورة لا تزال مشتعلة وأنها يمكن أن تتحول إلى نار حارقة من جديد، وأن الوحوش الضارية في برية العلاقات الدولية الموحشة والمتوحشة لا يستطيع أن يسبعونها أو يضبعونها ويفرض عليها الاستسلام أو يأسر روحها الحية. يشكل تجدد المسيرات الشعبية حدثاً مهماً في مسار حرب ومفاوضات الدولية حول سوريا، أولاً لأنها تبرهن على حدود الحل العسكري الذي جاء الروس خصيصاً لإنجازه بعد أن فشل فيه النظام والحرس الثوري الإيراني. فأمام مظاهرات إدلب، أي أمام تدخل شعبها بقوة وحيوية وتنبه الرأي العام العالمي والرسمي إلى مخاطر اجتياح المنطقة والثمن الإنساني غير المحتمل له ومخاطر الانفجار الدولي على هامشه وقبل ذلك في المنطقة، لم يبقى أمام الروس إلا أن يعيدوا حساباتهم. الكاتب يرى أن إدلب المسيرات السلمية كما يصفها لم تعد إدلب المحافظة، إنها مصغر كبير لسوريا الحرة بأكملها، هي في الوقت نفسه دمشق وحلب وحما وحمص والدير والقامشلي والرقة والحسكة ودرعا والبوكمال واللاذقية وطرطوس وغيرها، منها تستعيد الثورة مسيرتها وفيها تجدد شبابها وتعود إلى شعبها. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن هناك مصلحة تركية أمريكية من أجل منع كارثة إنسانية يمكن أن تحصل في حال بدأ الهجوم على مدينة إدلب، حيث يعتزم النظام وحلفاؤه روسيا وإيران شن هجوم لاستعادة المدينة التي تضم قرابة 3 ملايين نسمة. الأهم من ذلك، تقول المجلة، أن تركيا تحتفظ بوجود عسكري في إدلب وهناك تطابق في المصالح بين الولايات المتحدة وتركيا.
المجلة أوضحت أنه على الرغم من أن السياسات الفاشلة للولايات المتحدة في سوريا التي أخفقت في منع وقوع مجزرة حلب، فإن واشنطن ما زال لديها أدوات يمكن استخدامها لمنع كارثة جديدة في إدلب. فمعركة إدلب المرتقبة وفق المجلة يمكن أن تؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تركيا. وترى فورين بوليسي أن عدم القيام بأي شيء من أجل وقف الهجوم المرتقب على إدلب سيقوي ما يقوله كبار المسؤولين الأمريكيين من أن واشنطن تسعى لإحياء مسار جنيف التفاوضي وإحياء عملية السلام لإنهاء الحرب. لكن إذا سمحت الولايات المتحدة لإيران بالتقدم نحو إدلب وحتى استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الأسد، فإن ذلك سيضعف موقفها في سوريا بشكل أكبر. وأشارت المجلة إلى أنه لا يزال لدى الولايات المتحدة بعض النفوذ الذي تستطيع من خلاله التأثير، فالقتال في إدلب سيكون أكثر بشاعة من طرف النظام السوري وحلفائه، وإذا توفر بديل عملي فقد يتخلى النظام السوري وروسيا عن فكرة مهاجمة المدينة وما يتبع ذلك من مآس إنسانية. المجلة أشارت إلى أن تركيا تحتفظ بوجود عسكري في إدلب، وهناك تطابق في المصالح بين الولايات المتحدة وتركيا، فبموجب اتفاق مسبق مع روسيا وإيران احتفظت تركيا ب 12 مركزا للمراقبة العسكرية. وخلق هذا الوجود التركي رادعا، فلا القوات السورية ولا إيران ولا روسيا يريدون مواجهة مباشرة مع تركيا، وتركيا والولايات المتحدة لا يريدون إطلاقا هجوما على إدلب الذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية. بعيدا كل البعد عن السياسة، يجمع زوران ميلوزيفيتش قطعا نقدية وأوراقا من العملات، وما زالت تنقصه عملة واحدة هي من جزر سليمان ليجمع العالم كله في واجهته الزجاجية. ففي منزل واقع في قرية بافلوفيتشي في شمال صربيا يجلس صانع الأقفال هذا متأملا مجموعته ومؤكدا أنها تضم عملات من 194 بلدا في العالم. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن ميلوزيفيتش بدأ يعتني بهذه الهواية بعدما أهداه صديق له مجموعة من العملات حين كان في مرحلة المراهقة، ومن ذلك الحين بدأ بجمع العملات بشكل شخصي من دون الاستعانة بالإنترنت. ويقول إنه يملك قطعا من كل العملات الجاري تداولها الآن في العالم، إضافة إلى عدد من تلك التي لم تعد متداولة. وتمكن ميلوزيفيتش من جمع كل هذه العملات من دون أن يسافر كثيرا، فهو لم يزر في حياته سوى ألمانيا والنمسا، إضافة إلى الدول التي نشأت بعد تفكك يوغوسلافيا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.